أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن جولة عبر أهم المقالات الصادرة في صحفنا الوطنية لنهار الأربعاء. ونستهل جولتنا من يومية أخبار اليوم التي عنونت: الملك ترأس اجتماعا حول كوب 22 وزار والدته بمراكش. وفي تفاصيل الخبر قالت اليومية إن الملك محمد السادس قام خلال حلوله مؤخرا بمراكش بزيارة لوالدته الأميرة لالا لطيفة بمقر إقامتها بمنطقة النخيل الساحلية بمناسبة عودتها من الديار المقدسة بعد أدائها مناسك الحج. موريتانيا تقطع رواتب دبلوماسيها في الرباط، عنوان تطلعونه ضمن يومية المساء التي كتبت في خطوة مثيرة كشفت معطيات أن الحكومة الموريتانية أصدرت قرارا غير مسبوق يقضي بقطع جميع الرواتب والامتيازات بما فيها مستحقات الإيجار عن القائم بعمل السفارة الموريتانية لدى الرباط الذي أحيل على التقاعد. وأكد المستشارين الذين طلبت منهم العودة إلى العاصمة نواكشوت رغم عدم وصول الدبلوماسيين الجدد بعد. هذا الخبر وتفاصيل أخرى تقرأونها ضمن يومية المساء. ونتحول إلى يومية صباح التي كتبت تحت عنوان اعتقال نصاب يهجر الفتيات للسعودية. وفي تفاصيل الخبر قالت اليومية إن عناصر فرقة الدراجين بتعاون مع فتاة بالرباط أوقفت نصابا محترفا في تهجير الفتيات إلى السعودية بعقود عمل مزيفة، وتجمهر حوله العشرات من المواطنين بشارع محمد الخامس بعدما ربطت الضحية الاتصال به وصدرجته من مسقط رأسه بفاس، وأوهمته أنها مساعدة لمنحه 5000 درهم إضافية مقابل تمكينها من عقد عمل في الخدمات الفندقية. ونختم من يومية الأحداث المغربية التي عنونت 5 أكتوبر محاكمة المتهمين في ملف عمارة سبتة المنهارة. وتكتب الأحداث أن ملف العمارة المنهارة بحي سبتة يصل مراحله نهائية بانتهاء التحقيق التفصيلي الجديد بعد انتهاء قاضي التحقيق بابتدائية الدار البيضاء من مراحل الاستنطاق التفصيلية. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الصحفي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. We'll be right back.